راح نتطرق إلى موضوع جدا مهم، واللي صادف مع جرح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو الثأر. الثأر بين منظورين، هو المنظور الاجتماعي والمنظور الديني. نعم. وأكيد هذا الشيء له فد مساوئ كثيرة. يعني إحنا إذا تطرقنا من زمن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى يومنا هذا، للأسف نعم. الشديد بعض الأشخاص عندهم الثأر، يعني فشيء مهم ويجب أن يأخذ ثأره، ويجب أن يكون، بس هذا إلى فد مردود سلبي على نعم المجتمع. أحسنتي. إذا كانت هناك مبالغة أو دعوة. خرج عن نطاق الدين أو نعم. خرج عن نطاق المعقول بما صح. يريده الشرع، فهذا أكيد راح يعني يودي نبينا إلى أمور سلبية مثل ما تفضلتي. أكيد راح نعرف أكثر إن شاء تفاصيل الله. هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ سالم الساعدي. أهلا ومرحبا بكم، وأعظم الله أجوركم بذكرى شهادة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، ونحن مقبلين على هذه الأيام الحزينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وعظم الله لكم الأجر باستشهادي وبجرح سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليه. أحسنتم فضيلة الشيخ، نتحدث اليوم حول الثأر بين المنظور الديني والاجتماعي، ونتعرف بداية عن الثأر عند العرب قديما، وكيف تشعب حتى أصبح منبعا للشر اللي هو التجرؤ على إمام الأمة وقائدها أمير المؤمنين سلام الله عليه آنذاك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث عن الثأر، في الحقيقة الثأر هو ظاهرة قديمة بقدم الإنسانية وبقدم البشرية، وحتى امتدت إلى ذروتها في عصور الجاهلية، عندما كان القانون هناك مغيب، والقبيلة والعشيرة هي التي تحكم المجتمع. تحولت هذه الظاهرة إلى ظاهرة اجتماعية واسعة في المجتمع، ولا سيما في المجتمع العربي. وطبعا هي ظاهرة سلبية بما تعكسه من قتل للحياة وقتل للإنسانية وقتل للبشرية. وطبعا القتل هو من الأمور التي جاء الإسلام ليحد منها بشكل كبير جدا، بل إن الإنسان عند الله تبارك وتعالى له كرامة، وهو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض، ودم الإنسان محرم على كل حال، إلا في حالات يكون فيها ذلك من باب يعني إعطاء الحياة للناس، ومن باب الحد من الفساد في الأرض. ولذلك جاء الإسلام ليحد من هذه الظاهرة، ظاهرة الانتقام. فهنا الإسلام حكم بالقصاص بالنسبة للمعتدي والقاتل. نعم. طيب. وقال إن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب. يعني من منطلق هذه الآية، يعني فضيلة الشيخ، يعني اليوم البعض يتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو دستور المؤمنين، ومن خلال ما تفضلت به العين بالعين والسن بالسن والقتال قصاص. طيب. والجراحات قصاص. فهل هذه الآية اليوم، يعني إذا أريد نعرف، تنطبق بمفهومها على الثأر؟ وكيف حكم سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال، ومن منطلق هذه الآية الكريمة؟ نعم. طبعا الثأر عندما يخرج عن إطاره الشرعي، حينئذ يكون مخالفا للشرع ومخالفا للقرآن الكريم. القرآن عندما يقول العين بالعين والسن بالسن والجراحات قصاص، نلاحظ ذلك تجلى في عصر الرسالة الإسلامية، وكذلك في عصر أمير المؤمنين وفي حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بشكل جلي. لأن ذكرنا وبينا أن القتل من
أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى، وكاد القتل أن يكون كفرا. فلذلك نهى الشارع المقدس عن قضية سفك الدماء وعن قضية القتل. لذا شرع القصاص وشرع العين بالعين والسن بالسن وما شاكل ذلك. شرعه لماذا؟ للحد من كما يقول إمامنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكي يمتنع الناس من جريمة القتل. نعم. أما فيما يتعلق في العرف الاجتماعي من الثأر وما شابه ذلك، وأنه لا بد أن يقتل بالمقتول، وأنه ليس فقط ولي الدم هو الذي يقوم بهذه العملية، بل كل القبيلة وكل العشيرة هم ماذا؟ مستنفرين. نعم. لما لقتل الآخرين هنا رجالا يعني ونساء وأطفالا، وهذا مخالف للشرع ومخالف للإسلام. إذن كيف يتعامل المجتمع اليوم مع مسألة الثأر، وما هي المفاهيم الخاطئة التي يتبناها البعض يعني يجوز لنفسه القتل ولربما الاقتصاص دون اللجوء إلى القانون أو الدين؟ ها، لابد من في هذه الحالة لابد من تمكين الشريعة الإسلامية في نفوس المجتمع. نعم. ليعرفوا ما هو مدى الثأر وما هو مدى القصاص الذي يجب أن يعمل به وكيف يكون، وذلك من خلال الحاكم الشرعي أو من خلال القانون الدولة عندما يكون لها قانون وهذا القانون نافذ. ومن هنا الدولة والحكومة أيضا لها دور كبير في الحد من قضية الثأر عندما يقوم بالقصاص من القاتل، حينئذ يبرد كما يقولون قلب المقتول أو ولي المقتول. فمن هنا هناك أمرين، الأمر الأول الدين، لابد أن يتمكن الدين في نفوس الناس. نعم. والأمر الثاني هو القانون. إذا مشروع يعني من الحاكم الشرعي أن يقتص من قاتل، أو لكن لا يجوز الشخص لنفسه أن يأخذ بثأره بشكل مفرد. نعم. لابد من الرجوع في هذه الحالة إلى الحاكم الشرعي. نعم. لكي يأخذ بالقصاص من القاتل. أما أن هو يقوم بذلك من تلقاء نفسه أو أن العشيرة هي تقوم بهذا، فهذا أمر مخالف للشرع. نعم. ومخالف أيضا للقانون. أحسنت. وهذا وفي الحقيقة أنه هذا الأمر الثأر هو نفسه. نعم. هو كان ضحيته الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذين كانوا يظنون أنه هو الذي قتل أشياخهم وقتل كبراءهم وفرسانهم من المشركين. ولذلك كان الإمام علي عليه السلام يجابه هذه قضية القصاص بشكل صارم وبشكل جدي في حكمه صلوات الله وسلامه عليه. وأما في وصيته عند شهادته صلوات الله وسلامه عليه، فقد أكد هذا الأمر بشكل واضح وصريح في وصيته للإمام الحسن والحسين عليه، قال يا بني عبد المطلب ولا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، إنما هي قتلة بقتله، فإذا أنا مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل. لطيف. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المثلة حرام ولو بالكلب العقل. يعني اليوم من خلال كلامكم فضيلة الشيخ، إذا أريد نحقق اليوم العدالة الاجتماعية في المجتمع يجب أن يكون عندنا توجه ديني صحيح، بالإضافة إلى التوجه الاجتماعي والثقافي اللي إحنا دائما مثل ما نقول خلي العدالة تأخذ مجراها، وخلي العدالة هي اللي تعرف الصح من الباطل. فمدخل الأمور بين العشائر وتكون هناك ثارات مثل ما تفضلت، جائز هناك دماء تسيل أكثر من شخص واحد، وهذا بالتالي يكون مردودة سلبي على المجتمع اللي احنا نعيش به. ودائما احنا نوصي يكون مجتمعنا مجتمع سليم، مجتمع معافى من هذه الآفات. إذا فضيلة الشيخ سالم الساعدي، كل الشكر والتقدير لجنابك الكريم، ويا ريت من هذا المكان الطاهر إن شاء الله نوصيك بالزيارة بالإنابة عن كادر صباح كربلاء. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. نسألكم الدعاء كذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويتقبل الصيام والقيام إن شاء الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز، ونسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. حسنتم. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. شكرا جزيلا لرسالتكم معنا عبر صباح كربلاء. في أمان الله.